فوز غلام إلى هجوم من طرف ليوناردو بونوتشي بمناسبة مباراة نابولي أمام ضيفه جوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا. ووصف المدافع الإيطالي القوي نظيره الجزائري بكلمة الأحمق، وهو ما التقطته عدسات الكاميرا. ويعود سبب تصرف بونوتشي إلى قيام نجم نابولي بلعب رمية تماس بشكل مباشر دون إعادتها إلى لاعبي اليوفي الذين أخرجوها، قبل أن يتضح أن المدرب موريتسيو ساري هو من طلب من غلام تنفيذها دون مراعاة جانب الروح الرياضية. وفي قطر خسر بغداد بونجاح رسميا لقب هداف الدوري القطري رغم بقاء جولة عن ختام الموسم، حيث أضاف الدولي الجزائري هدفه رقم 23 بمناسبة مباراة ناديه السد أمام السيلية عشية الخميس، إلا أن ابن مدينة وهران تلقى إنذارا سيجعله يغيب تلقائيا عن الجولة الختامية أمام الجيش، وبالتالي فوت على نفسه فرصة اللحاق بالمغربي يوسف العربي صاحب 24 هدفا، مضيعا أيضا جائزة 100,000 دولار خصصها المسؤولون عن دوري النجوم للفائز بلقب الهداف. إلى فرنسا، أين هاجمت الصحافة الفرنسية الدولية الجزائري رشيد غزال بسبب التراجع الرهيب في مستواه رغم منحه الفرصة من جديد خلال مباراة أولمبيك ليون المعادة أمام مضيفه ماتس سهرة الأربعاء. ووصفته بعض جماهير ليون بالفقاعة نظرا إلى الانهيار التام الذي عرفه هذا الموسم بعد انفجاره بشكل لافت خلال النصف الثاني من الموسم الماضي. وفي كرواتيا، فتح العربي هلال سودانيا الباب أمام إمكانية انتقاله إلى الدوري الصيني في المستقبل بعدما رفض عرضا من هناك خلال الأسابيع القليلة الماضية، مفضلا تمديد عقده مع دينامو زغرب لغاية صيف 2020. ابن مدينة شلف قال إنه مرتاح في كرواتيا ولكنه لا يستبعد اللعب يوما ما في الصين. وفي الأخير، لم يتردد رابح مجار في الإشادة بمواطنه ياسين إبراهيمي خلال تصريحاته عبر صحيفة أوجوغو، فأسطورة الكرة الجزائرية ذكر البرتغاليين بوقوفه إلى جانب إبراهيمي وحاجته وقتها فقط لثقة المدرب عندما لم يكن يلعب في بداية الموسم مع بورتو، ليؤكد لاحقا أن إبراهيمي سيحافظ على مستواه الحالي وسيقود النادي نحو التتويج باللقب. وفي الأخير، نستعرض وإياكم أبرز لقاءات محترفنا خلال الأسبوع الجديد.